صديقي مشاهد الاقتصاد والناس، طبعا اولا اهلا بحضرتك في حلقه جديده من البرنامج. يعني ثانيا، موضوع حلقتنا النهارده اقتصادي بحت الحقيقه. حاولت جاهدا اني يعني احاول استوعبه بقدر الامكان، ولكن طبعا بقى يعني منورنا كعادته ومشرفنا في استوديو الاقتصاد والناس النهارده استاذنا، طبعا استاذ الدكتور احمد سعيد، استاذ التشريعات الاقتصاديه. النهارده بنتكلم في تعديل مزاوله نشاط صناديق الاستثمار، واصلا الجمله نفسها دكتور، اولا اهلا بيك. معلش انا متعود ان انت معانا على طول. الجمله نفسها يعني ايه قواعد مزاوله نشاط صناديق الاستثمار؟ من الاول ايه صناديق الاستثمار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هي صناديق الاستثمار دي فكره موجوده في المجتمع المصري ككل، يعني عندكم هنا مثلا ما بين الموظفين في حاجه اسمها صندوق الزماله. تمام. ايه هدف صندوق الزماله؟ صندوق الزماله ده حضرتك بتشارك فيه بمبلغ معين من دخلك الدوري، مقابل ان لو في ظرف معين للاعضاء بتوع الصندوق بيبدا الصندوق ده يطلع مبلغ يدي في الظرف ده جواز بقى ظروف معينه بيمر بيها المشترك في الصندوق. تمام. بطبيعه الحال ان الصندوق ده بيتوفر عنده مبالغ محصله من الاشتراكات. صحيح. يقدر الصندوق ده انه يستثمر هذه المبالغ في اي نشاط من الانشطه. تمام. بحيث انه يبقى بيعظم من الفايده. يعني انا لميت من حضرتك 10 جنيه في الشهر ومني ومن كل الزملاء، بقى عندنا حصيله ايراد نقدر نستثمر هذا الايراد في اي شيء ويعود يعني علينا بالنفع. مثلا في بنك ولا بتاع، ممكن اشتري بيه اي حاجه في الحياه دي. فكره كلمه الصندوق يعني. أوكي. احنا بس الاول بنبسط للسيد المشاهد يعني. ايه صندوق؟ صندوق ده يعني مجموعه من الناس اشتركوا في مكان معين في صندوق معين بهدف التكافل. ان احنا عايزين ناخد عائد من ورا الصندوق ده، العائد ده في ظرف، العائد ده في كذا، العائد ده وهكذا. يعني زي جمعيه كبيره. زي جمعيه كبيره. أوكي. خلينا ولكن هي مستمره. تمام. هو استثمار مستمر، انت بتستثمر في الصندوق ده بشكل مستمر. يعني انا بفضل كل شهر ادفع في الصندوق نفس المبلغ المقرر اللي اتفقنا عليه في الاول. ده في الصناديق العاديه بتاعت الزماله. أوكي. مش في صندوق الاستثمار. احنا هنتكلم النهارده للساده المشاهدين على فكره صناديق الاستثمار. اوكي. دي مختلفه بقى. طبعا مختلفه تماما. اوكي. الموضوع ده مخاطب بيه مين؟ مخاطب بيه كتير من المستثمرين وكتير مننا. احنا بنحط اموالنا او بنقوم بايداع المدخرات بتاعتنا في البنوك. تمام. طلبا ايه؟ لنسبه فايده معينه. انا واحد بخاف من المخاطره. وزي مواطنين كتير زي بيخافوا من المخاطره، اذا قدرنا نوفر جزء من دخلنا بنروح نحوش الفلوس دي في البنك. بالزبط. طيب البنك النهارده عنده معدل معين للفايده. تمام. المعدل ده ماشي في انخفاض، يعني الشهور اللي فاتت معدل الفايده بينخفض، بينزل 1% كل وكل ما الاقتصاد بيتحسن. صحيح. معدل الفايده كمان هينخفض اكتر. ليه؟ البنك النهارده ما عندوش استثمارات اكتر يحط فيها الفلوس. ما هو بقى لو البنك عنده استثمارات يشارك فيها بالفلوس هيبقى سعر الفايده يزيد. اوكي. تمام. يعني الفايده مرتبطه باستثمارات البنك نفسه. طبعا. استغلال طيب البنك للفلوس. بالظبط. ليه؟ لان البنك برضو حريص في الانشطه اللي هو بيقوم بيها على انها تكون انشطه قليله المخاطره. قليله المخاطره. طبعا. مش طيب. فلوسه اصلا، دي فلوس الناس. بالظبط. فحفاظا على اموال الساده المودعين البنك بيحط بيستثمر في انشطه قليله المخاطره. ده يعني معناه ايه؟ يعني هل يقوم البنك بالاستثمار في البورصه مثلا؟ لا، البنك ما بيقومش بالاستثمار في البورصه الا بنسب محدوده. اوكي. طيب هل معلش يا دكتور، هل في قوانين بتمنع البنك من الاستثمار؟ العكس، ده القانون. ما هو احنا ده اللي احنا هنتكلم عنه بقى. أوكي. يعني هو ده موضوع حلقتنا النهارده. اوكي. احنا النهارده عندنا القانون رقم 95 لسنه 1992، ده قانون سوق المال في مصر. ده أوكي. القانون اللي بيدير كل القصص وكل البورصات وكل أوكي. الحاجات بتاعتنا. حلو. الفكره بدات منين؟ الفكره بدات ان انا عندي مواطن عنده طمع انه ياخد ارباح عاليه لمدخرات، وانا حقي المشروع ان انا بدل ما اروح احط مدخراتي في البنك واخد 15%، انا بتمنى ان انا احطها في مشروع تاني ويديني 20%. ده طموح مشروع. تمام. فبالتالي كانوا بيلجأوا المواطنين دول لادوات غير منطقيه زي شركات توظيف الاموال زمان، وزي تمام. الناس الكتير اللي بنسمع عنهم دلوقتي. ليه؟ بحثا عن سعر فايده عالي. هو ده النتيجة المباشرة. تمام. طيب انا ممكن اقول له طب ما انا عندي نشاط بيجيب سعر فايدة عالي، ان انت تستثمر اموالك في البورصة. الاسهم بتحقق مكاسب. بس المخاطرة اعلى. بس المخاطرة اعلى. واصلا الفيدباك المجتمعي اللي موجود عندي بيقول للناس لا، ده الاستثمار في البورصة ده شيء يؤدي ان انت فلوسك تخسرها. ليه؟ اصلا انا مش خبير في البورصه، انا ما اعرفش السهم ده يكسب او السهم ده يخسر. مش المفروض في شركات في شركات سمسره؟ فانا والله انا بلجا لشركات السمسره دي. بس كتير مننا خسروا من خلال شركات السمسره. تمام. دي ليه؟ لان شركه السمسره ما بتشارككش في السهم، هي مجرد هو بيبيع لك سهم ويقول لك مستقبل السهم ده هيكسب او هيخسر. أوكي. انما لو شركه السمسره دي مشاركات في السهم اكيد هيبقى الموضوع اهم بالنسبه لها انها تكسب، لان وبالتالي هيبقى الموضوع بالنسبه لك انت اكتر امانا. امان طبعا. طيب هو اصلا ايه ميزه ان انت تستثمر في البورصه؟ بس عشان ادخل لنفسي انا عائد دوري اكبر.
لا ده البورصه دي وسيله تمويل مهمه جدا لكل المشروعات الموجوده في صحيح البلد. صحيح. يعني اذا انا احمد عندي مشروع تكنولوجي مثلا، عندي فكره في دماغي وعندي اختراع او ابتكار، عايز اصنع الفكره دي، اقدر امولها من خلال البورصه، اعمل شركه صغيره واطرحها في البورصه والناس تعرف ان انا عندي فكره. هل دي اجراءاتها صعبه يا دكتور احمد في مصر؟ لا اجراءاتها مش صعبه تماما. أوكي. ولكن احنا بنواجه ثقافه مجتمعيه. انا النهارده مشكلتي فين؟ مشكلتي في عدم الوعي بالبورصه. هي دي المشكله الاساسيه اللي الناس بتواجهها، في انطباع سلبي عند المواطن عن الاستثمار في البورصات. تمام. ناتج عن مشاهدات سابقه شافها الناس بتخسر فلوسها في البورصه. تمام. تمام. لكن السؤال اللي كان لازم المواطن يسأله للناس اللي خسرت في البورصة، ايه هي الاجراءات اللي انتوا عملتوها عشان تشتروا السهم ده؟ يعني ما هو الفحص المالي؟ انا قبل ما اروح استثمر في مشروع لازم اعرف المشروع ده ايه وراس ماله ايه، وايه املاك الشركة دي؟ ده عندها اراضي؟ لا دي عندها عقارات؟ لا دي عندها اختراعات وعلامات تجارية معينة. فبالتالي في سعر معين للسهم، لو السهم ده بيتوازى مع القيم المالية دي يبقى انا اشتري السهم ده. انما لو سهم بقى بسبب جشع بعض السماسرة وبعض المضربين رفعوا سعره الى حد غير منطقي، يبقى انا ما استثمرش في السهم ده. ده ممكن بيحصل برضه، ده حصل كتير. ما احنا عندنا مشكلة وعي. انا عندي مشكلة غياب للوعي. انا ما اقدرش اجي اقول لواحد مستثمر صغير روح استثمر من خلال البورصة، فلوسه هتضيع. هو ما عندوش المعلومات وما عندوش الافكار. صحيح. صحيح. اللي تؤهله انه ياخد قرار اني سهم اللي ممكن يكسب في المستقبل. صحيح. فبالتالي في احجام كبير من المواطنين على الاستثمار في البورصه. طب بس كان في لعبه اللي هي المضاربه في البورصه دي، كانت لعبه بيلعبها في فتره من الفترات عدد من المواطنين، خسروا وخسروا والناس شافت ده، فبقى في انطباع سلبي بسبب عدم بسبب عدم الدراسه، عدم غياب الوعي بالاستثمار في البورصه. ما انا مش كل مواطن يقدر انه يحلل الاداء المالي للسهم. صح. او صح. يحلل القيم الماليه للشركه عشان اشوف ان السهم ده يتوازى فعلا مع حقيقه الشركه دي ولا لا. فكان نتيجه ده ان بعض المضاربين في البورصه عملوا عمليات مقامره على اسهم معينه، فرفعوا سعر السهم ده اكتر من 50 ضعف أوكي. من ثمن الشركة. أنا عندي الشركة دي بكل مكوناتها تسوى 1,000,000 جنيه. ما ينفعش يبقى أسهمها في البورصة ب50. صح. ده سعر مش منطقي. وأنا صح. ما ينفعش أنا كأحمد أروح أشتري أبو 50 ده واجي بعد كده اقول انا خسرت فلوسي. لا انا اصلا خدت قرار خسران من قبل ما تشتري. غلط. بالظبط. طب امال مين اللي يقوم بعمليه التحليل عشان يقول لي السهم ده يتوازى مع قيمه الشركه دي ولا ما يقومش بيها؟ المفروض اللي بيقوم بالدور ده شركات الاوراق الماليه، شركات السمسره. تمام. طيب هم بيبصوا برضو على نسبه السمسره اللي هو بياخدها وهو بيبيع لك السهم. يعني انما مصلحتك في المقام الاول لا. لانه مش شراكه، هو بس بيقول مش شركك في قيمه، انا بعت لك اسهم. هل سيستم الشراكه ده موجود دوليا؟ هو ده اللي احنا بقى نتكلم عنه النهارده، هو موضوع صناديق الاستثمار. الدول كلها وابتداء من بريطانيا سنه 1870 لقوا ان في صغار المستثمرين عندهم رغبه للاستثمار في الاسهم وفي الاوراق الماليه والاستثمار بشكل عام في البورصه. تمام. ليه؟ لان البورصه دي بتجيب عائد اعلى من العائد اللي بيجيبه البنك. مفهوم. فانا كمواطن عندي حق مشروع ان انا استثمر في البورصه. ولكن ما عنديش النهى وما عنديش الخبره ولا المعرفه اللي تخليني ابقى عندي ثقه وانا بستثمر في السهم ده. ما ده مش موجود عندي. فقالوا احنا هنعمل حاجه اسمها صناديق الاستثمار. عباره عن ايه صناديق الاستثمار دي؟ الصندوق ده عباره عن صندوق يشترك فيه المواطنين. تمام. نشترك فيه كلنا زي الفكره الاولانيه بس في البورصه. ما يقلش راس مال هذا الصندوق عن 10,000,000 جنيه. ده القانون بيقول ده كده. القانون بيقول كده. ده بتاع 92 92 القانون رقم 95 لسنه 92. أوكي. اي عدد غير محدود من الافراد، قليل او كتير، يعني ممكن نجيب 1000 فرد يشتركوا في الصندوق ب 10,000,000 جنيه. ده كلنا نشترك في الصندوق ده. الصندوق ده هيكون دوره ايه؟ الصندوق ده هيلم مننا الفلوس دي، وطبعا هيعمل الاجراءات بتاع تاسيس شركه، ويعمل اجراءات من خلال هيئه سوق المال وهيئه الرقابه الماليه. تمام. عشان يتاكدوا من مدى سلامه الاجراءات، عشان انت تبقى حاسس ان مشاركتك في الصندوق دي مظبوطه، فلوسك في امان. تمام. طيب مين اللي هيدير الصندوق ده؟ القانون بيقول ان لازم يكون في شركات اداره معتمده يراقب عليها هيئه الرقابه الماليه. يعني مش سين ولا صاد ولا واحد كده يدير الصندوق ده وفلوسك تبقى تضيع. في عدد من الشركات معروفه، في عدد من الشركات اللي عندها من الخبرات السابقه اللي يؤهلها انها تدير هذا الصندوق عشان يحقق ارباح. اوكي. تمام. وبيراقب على ده هيئه الرقابه الماليه. يبقى من حق عدد من المواطنين يعملوا مع بعض صندوق، ومفيش نسبه للعدد. يعني اي حد، يعني لو 3 داخلين معاهم ال 10,000,000 تمام. طبعا لان شرطها ان هي تبقى شركه مساهمه. الشركه التي تملك هذا الصندوق لازم تكون شركه مساهمه، فلا يقل عدد مؤسسيه عن 3 افراد. اوكي. يعني يزيد بقى 3 المينيمم، يزيد انما يقل عن 3 لا. بالظبط. تقوم بعد كده عندي كذا شكل من اشكال الصناديق. طب الاشكال دي مبنيه على ايه؟ مبنيه على الموضوعات اللي هتستثمر فيها. يعني ايه الكلام يعني ده؟ يعني ده
سؤال مهم جدا. طبعا. لو انا واحد بدور على عائد دوري، يعني انا واحد بحب ان انا اخد فايده شهريه، يبقى الصندوق بتاعي ده هيستثمر في في الاسهم اللي شركاتها بتطلع كوبونات كل مستمره كل شهر. بتطلع أوكي. ارباح كل شهر. تمام. يبقى انا هاخد من حضرتك الفلوس وهنحطها في الصندوق، الصندوق هيستثمر فلوسه في اسهم ليها ربح شهري. تمام. طيب لو انا واحد لا انا عايز اركن الفلوس بتاعتي دي في الصندوق وعايز اخد قيمتها دي بعد سنه او بعد سنتين، يبقى الصندوق ده هيستثمر امواله في الحاجات طويله الامد، بيزيد راس ماليا على المدى الطويل. تمام. طيب وكمان القانون فرض على الصندوق ده انه ما يستثمرش اكتر من 20% من امواله في ذات الشركه، يعني امانا يعني للمساهمين في الصندوق. الصندوق ده ما يقدرش يستثمر كل امواله في شركه واحده. اوكي فهمت. لو وقعت شركه الصندوق ما ينهارش، فعلى الاقل الصندوق هيستثمر في 5 شركات، ما يزيدش نسبه مساهمته في اي شركه عن 20%. أوكي. فيقدر يستثمر في 5 شركات. تمام. فمش طبيعي ان الخمسه هينهاروا مره واحده في نفس الوقت. فانا حافظ لك حد يعني نسبه الأمان. الامان اعلى نسبيا طبعا. طبعا نسبه الامان طبعا اعلى بمراحل طبعاً. مختلفه طبعاً. طيب موضوعات عمل الصندوق ده زي ايه؟ استثمر في اسهم، استثمر في سندات الخزانة، استثمر في الأوراق المالية بكافة أشكالها. ثلاثة بقى دول بالراحة كده معايا، يعني ايه ويعني ايه يعني كويس. يعني أسهم يعني سندات خزانة ويعني أسهم دي مالية. يعني الشركة، في شركات مطروحة في البورصة، رأس مال هذه الشركات مقسم إلى أسهم، أنا ممكن أمتلك حصة معينة من هذه الأسهم. تمام. بتاعت الشركة. تمام. أنا مشارك في الشركة دي بعشرة في المية، اشتري 10% من أسهمها، فأنا كده بمتلك في الشركة دي 10%. طيب يعني ايه أذونات خزانة؟ أذونات الخزانة دي أذونات بتطرحها أوراق مالية تطرحها الدولة للاستثمار فيها في مدة معينة في أجل معين وبسعر فايدة معين. أوكي. يعني تيجي مثلا الحكومة في أمريكا في الولايات المتحدة الأمريكية تقول أنا هطرح سندات للخزانة الأمريكية بعائد مثلا 5% لمدة سنة، أنت عايز تستثمر أموالك فيها أو أنا أروح أشتري في أوراق مالية زي الشهادة بتاعت البنك تقريبا. يعني دي إيه ميزتها؟ ميزتها إن الحكومات مضمونة، أنا عارف إن كده كده استثماري في هذه السندات بتاعت الخزانة هترجع. وإن كان العائد بتاعه بيبقى أقل من الاستثمار في باقي الأوراق المالية أو في الأسهم، ولكن موثوق فيه. موثوق. فإذا أنا عايز صندوق واثق 100% إنه مستحيل يخسر أمواله، فأنا هستثمر في صندوق يستثمر في أذونات الخزانة. إذا أنا برضو ليها نسبة 20%. 20%. نفس الموضوع. نفس. يعني أيا كان الصندوق هيستثمر فيه هو 20%. ما يزيدش حصته في المساهمة في أي مشروع عن 20%. زي ما في صناديق الاستثمار العقاري، يعني أنا ممكن عدد غير محدود من المواطنين يعملوا صندوق، هدف هذا الصندوق الاستثمار في العقارات. أوكي. الصندوق ده يشتري عقارات ويعيد بيعها، يطور في عقارات وهكذا. اوكي دي فكره هايله دي. ما هو ده موجود. ما هي هو ده اللي احنا بنتكلم عليه النهارده. يعني ايه اللي انت قريته في بدايه الحلقه؟ ان الحكومه من خلال تعديل قانون هيئه سوق المال تسمح لشركات القطاع الخاص بانها تزاول هذا النشاط. لا بالراحه بقى معلش هناخد فاصل سريع ونخش في حته القطاع الخاص دي مهمه جدا محتاجه مساحه لوحدها. طيب هنستاذن استاذنا طبعا استاذ الدكتور احمد سعيد استاذ التشريعات الاقتصاديه، هنستاذن حضراتكم هنطلع فاصل سريع نشوف تقرير حلقتنا النهارده ونرجع نستكمل حوارنا مع ضيفنا العزيز. قام مجلس إدارة هيئة المالية على إجراء تعديل في قواعد مزاولة نشاط صناديق الاستثمار بالسماح للأشخاص الاعتبارية الخاصة من غير الكيانات الخاضعة لرقابة الهيئة ويكون من بين أغراضها الاستثمار أن تباشر نشاط صناديق الاستثمار مع البنوك الحائز على ترخيص من الهيئة وموافقة البنك المركزي في مزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها. من الجدير بالذكر أن الهيئة قد أعلنت أن القرار الصادر برقم 160 لسنة 2019 جاء استجابا لرغبة العديد من الأشخاص الاعتبارية وتشجيع إنشاء صناديق استثمار وتسيير إجراءات ترخيصها، وذلك عقب تقييم الموقف الحالي داخل القطاع المالي غير المصرفي ودخول التعديلات في أحكام قانون سوق رأس المال الأخيرة والصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 2018.
تمام، رجعنا لكم اعزائي المشاهدين مره اخرى، بنستكمل حوارنا طبعا الشيق الحقيقه المفيد اكتر ما هو شيق، هو مفيد جدا الحقيقه، مع استاذنا طبعا الاستاذ الدكتور احمد سعيد استاذ التشريعات الاقتصاديه. طيب خلصنا التقرير يا دكتور احمد، نخش بقى في الموضوع اللي هو لب الحلقه، الا وهو دخول حضرتك كنت ابتديت في الموضوع سنه 1992. أوكي. منذ صدور القانون رقم 95 الخاص بتنظيم سوق المال في مصر. القانون ده كان بيسمح بنشاط صناديق الاستثمار. تمام. ولكن حدد اشخاص معينه هي اللي تقدر تعمل صناديق استثمار، الا وهي البنوك وشركات التامين فقط لا غير. تمام، هو سمح بس لان البنك من حقه انه يعمل صندوق استثماري يستثمره في السندات والاسهم والاوراق الماليه. اوكي، ولكن برضه بنسبه 20% لكل بنسبه 20% ان هو برضه ما يستثمرش في اسهم اكتر من 20% في ذات الشركه. تمام. ولكن الدراسات اللي اتعملت منذ صدور القانون وتفعيله لغايه سنه 2007 لقيت ان البنك غير مقبل على الاستثمار في صناديق الاستثمار او غير مقبل على الاستثمار في الاسهم والاوراق الماليه. ليه؟ مع ان نسبه الخطوره اقل نسبيا يعني. بالنسبه للبنك هو عنده دايما خطر اموال المودعين، هو دايما عنده مشكله في ان هو يستثمر في البورصه، يعني زي ما انا عندي مشكله وعي في المجتمع ومخاوف تجاه البورصه ادارات البنوك عندها ده. واللي احنا بنتكلم فيه ده بحث علمي اثبت ذلك، عدم اقبال البنوك على الاستثمار في صناديق الاستثمار. هم عملوا يعني انا عندي كان عندي في خلال هذه الفتره اكتر من 35 صندوق استثمار، والبنوك هي اللي اسست الصناديق دي وكانت بتشارك بنسبه او باخرى في داخل البورصه، ولكن لم يعمم صناديق الاستثمار. احنا بنتكلم النهارده عن 27 سنه منذ صدور هذا القانون، حتى تاريخه 90% من المواطنين ما يعرفوش يعني ايه صندوق استثمار. صح. ما يعرفوش الفكره. صح. نسبه مساهمه البنك نفسه في الصناديق دي او في البورصه نسبه ضعيفه جدا. احنا بنتكلم في وعي عام، حاله عامه من الوعي بتلفظ الاستثمار في البورصه. طبعا. وهي دي اللي احنا محتاجين ان احنا نغيرها. فكان يجب ان انا اسمح لاشخاص اعتباريه اخرى غير البنوك وشركات التامين انها تعمل استثمار في الصناديق. اذا انا عايز اعمم تجربه معينه يبقى ما ينفعش اقصرها على حضرتك او علي على البنك او شركه التامين. وعشان كده صدر القانون رقم 17 لسنه 2018 واللي بيسمح لاي شخص اعتباري خاص انه يقوم بعمل صندوق استثمار، يعني ما بقاش الموضوع مقتصر فقط على شركات التامين او البنوك. تمام. لا، بقى من حق اي شركه خاصه انها تعمل صندوق استثمار، طبعا بشرط انها تستوفي الاجراءات وراس مالها ما يقلش. هل الاجراءات بتبقى صعبه وبرده نفس ال10 مليون الشهر؟ نفس ال10 مليون ونفس الاستثمار في 25% من في كل حاجه. هو صندوق الاستثمار نفس فكرته لاي حد هياسسه بنك هياسسه شركه تامين هياسسه افراد نفس القوانين ولكن انا بعمم التجربه. لما حصل التعديل التشريعي ده السنه اللي فاتت كان الهدف منه هو توسيع التجربه بتاعه صناديق الاستثمار. طب ليه انا بوسع؟ انا دلوقتي في احتياج ان انا اوجد ادوات ماليه جديده تدق في استثمارات في السوق. تمام. طيب يعني ايه الفكره؟ يعني زي ما البنك المركزي دلوقتي حريص انه يعمل بنوك تكون مقتصره على تمويل المشروعات الصغيره والمتوسطه. تمام. فقط. تمام. زي ما هيئه الرقابه الماليه هي كمان اوجدت ادوات ماليه جديده وهي الاشخاص الاعتباريه تقوم بالاستثمار في صناديق الاستثمار. بس دي خاضعه برضه لرقابه الهيئه. خاضعه طبعا لهيئه. يبقى انا عندي ادوات ماليه جديده بتدفع بيها الدوله في النزول للسوق، يعني في رغبه من الدوله المصريه ان احنا نوفر ادوات ماليه جديده لتمويل المشروعات القائمه موجوده. وعشان كده اتعمل ولازم تبقى مشروعات داخله في البورصه، يعني مشروعات مساهمه، شركات مساهمة. طبعا. أوكي. شركات مساهمه. تمام. ممكن تبقى في البورصه وممكن تبقى بره البورصه. كمان ممكن تبقى اسهم مطروحه في البورصه او اسهم غير مطروحه في البورصه. اوكي. تمام. زي ما اتعمل صناديق استثمار دلوقتي لتمويل المشروعات الصغيره والمتناهيه الصغر. انا عندي توجه حكومي من الدوله المصريه لدعم المشروعات الصغيره والمتوسطه. تمام. ومتناهيه الصغر. طب التوجه ده ظاهر لي في ايه؟ ظاهر لي ان انا عندي جهاز المشروعات الصغيره والمتوسطه. تمام. ظاهر لي ان البنك المركزي بيدرس يعمل بنوك تمول المشاريع دي، بس زي بره في بنوك متخصصه. صحيح. صحيح. بس للمشاريع. صحيح. دي زي ما هيئه الرقابه الماليه بتوفر النهارده صناديق استثمار تختص فقط بتمويل المشروعات الصغيره والمتوسطه. يبقى انا كدوله بدعم المشروعات الصغيره والمتوسطه وفرت لها كذا اداه تمويل. طب بس صناديق الاستثمار اللي الدوله عاملاها عشان مشروعات صغيره ومتوسطه التمويل بتاعها جاي منين؟ هي برضو الدوله مش عاملاها، الدوله النهارده بتوفر ادوات تشريعيه. الدوله عدلت قانون وسمحت للمواطنين ان هم يستثمروا. خش انت بقى استثمر فيه في المشروعات الصغيره. أوكي. والمتوسطه. أوكي. يعني التمويل جاي من المواطنين، جاي من المواطنين والقطاع الخاص والاستثمار المحلي والاجنبي. تمام. اوكي. تمام. اي حد يعني.
دور الدولة على مستوى العالم كله مش انها تمول بذاتها، انما تفتح هي الصندوق، تفتح توجد لك الاليات التشريعية اللي انت وانا نستثمر فيها. صح. واحنا مش خايفين على فلوسنا. صح. انا اقدر استثمر اموالي في الصندوق اللي هيمول مشروع صغير او مشروع متوسط، وفلوسي مش هتروح، فلوسي مش هتروح لان في رقابة هيئة الرقابة المالية عليها، وفي صندوق اصلا معمول له نظام تشريعي معين انه يحافظ على اموال المودعين فيه. أوكي. أوكي. فالهدف كله من الحاجات دي ان انا بوجد للمواطن اليات تمويل، اليات تمويل لمشروعه، او للمواطن التاني اللي زي اللي هو ما عندوش مشروع بس عايز، انا عايز اوفر جزء من دخلي مدخر ما احطوش في البنك، انا عايز احطه في، عايز اخد فايده زياده، فايده زياده، وده حق مشروع. طبعا بدل ما الناس تروح للناس النصابين بتوع توظيف الاموال. طبعا. لا، ما انا اوجد له مشروع، انا بقول لك تعالى شارك في صندوق استثماري. الصندوق ده ممكن هو زي بنك صغير بس في خمس مشروعات بعينها بالظبط كده، ممكن 10 وممكن 20 هو. بس حد اقصى، حد اقصى 20% ما يستثمرش في مشروع اكتر من 20% عشان نبقى ضامنين التوازن للصندوق. تمام. زي ما ده ناجح في المشروعات الصغيره والمتوسطه، زي ما يقدر ينجح في اي مشروع قومي. حضرتك كنت بتتكلم على الشهادات البنكيه، احنا نجحنا كمصر لما قررنا نعمل مشروع تنميه محور قناه السويس ان احنا نستثمر كلنا في الشهادات. الاداه الادخاريه اللي تقدر تستثمرها في اي مشروع هي صناديق الاستثمار مش الشهادات. يعني اذا انا عندي مشروع قومي جديد انا عايز اعمله لدوره مصر وهيكون بضمانة الحكومة المصرية أو بضمان الدولة المصرية، نفتح صندوق وكله نفتح عايزة. صندوق، وأنا من حقي أن أنا كمواطن أروح أشتري سند في هذا الصندوق. يبقى أنا ما بيبقاش عصم باب يسمى سندات، سندات أوكي. السندات أوكي. سندات في اللي هي نفس الصندوق. الفكرة يعني طبعا أوكي. فأنا من حقي النهاردة أن أنا دولة أي مشروع تشوفه أنه هو مشروع مربح أو مشروع وطني أو مشروع قومي هيعود بالنفع على الدولة المصرية، تقدر الدولة أنها تحفز البنوك أنها تعمله صناديق استثمارية. حلو. حلو. والمواطن يشارك في هذا الصندوق. صحيح. فأنا النهاردة وفلوسه مضمونة، وفلوسه مضمونة. صحيح. وعائد أعلى من البنك. البنك غالبا لأن الصندوق هيشارك فيه أنشطة مالية تحقق أرباح أعلى من الأرباح. صحيح. اللي بيحققها. صحيح. البنك. صحيح. صحيح. فإذا إحنا النهاردة موضوعنا كله بنتكلم في توفير أدوات مالية أحدث للمواطن اللي بيدخر أمواله أنه يحقق أرباح أعلى، وكمان بنوفر لسوق المال بقى ككل في مصر أدوات مالية جديدة لضخ مزيد مزيد من الأموال في سوق المال المصري، بما يسمح في المستقبل من وجود شركات صغيرة ومتوسطة في البورصة المصرية وقيام المواطنين بالاستثمار فيها. ما أنا بقابل شباب كتير عندهم ابتكارات واختراعات ومش لاقيين اللي يمولهم، مش عارف يدخل بورصة. هو مش عارف أصلا يعني إيه أعمل كده. فأنا بقول له هات الاختراع بتاعك ده، اعمل له شركة، اعمل له علامة تجارية، اطرح ابتكارك ده وطريقة تصنيعه في البورصة، تاخد ممولين، تاخد ناس تساهم معاك في شركتك وتنطلق. لان برضو ما هي البورصة مش هتطرح لك اسهمك من غير تقييم للشركة، تقييم مالي للشركة، ما تجيش تقول لي السهم يعني بتاعي. يعني هل الفكرة تعتبر في حد ذات نفسها قيمة؟ طبعا طبعا، كل العالم بيدور كده. احنا النهاردة في دول كتير سبقتنا في اسواق المال، في بورصات عالمية. أنا بشوف إيه الأدوات المالية اللي بيتم تمويل البورصات دي من خلالها. أداة تمويل مهمة جدا هي صناديق الاستثمار، وكانت غير فعالة في مصر لمدة 27 سنة. بنتكلم في دراسات وأبحاث اتعملت، ده بسبب إنها كانت محصورة في البنوك وشركات التأمين، وبالتالي مدراء هذه البنوك كان عندهم مخاوف من الاستثمار لأن البنك عنده أنشطة كتير جدا. صحيح. فلن يستطيع أن يولي كل العناية بتاعته لإدارة الصندوق ده. هل طب معلش يا دكتور، هل في خلال سنة دلوقتي تم تفعيل قانون اللي هو الأشخاص الاعتبارية أو لا؟ الأشخاص الاعتبارية سمحت بيها الهيئة من حوالي أسبوعين. هو القانون اتعدل السنة اللي فاتت، ولكن كان يجب اتخاذ، ما دخلش حيز التنفيذ عشان كان في أدوات أخرى لازم نوفرها، إجراءات شكلية جوه هيئة الرقابة المالية. أوكي. عشان اللي جاي أسس الصندوق لازم أوفر له يعني إيه نشرة الاكتتاب، الإجراءات، إيه المستندات اللي هحتاجها منه، إيه الخطوات التنفيذية. فكانت الفترة اللي فاتت دي لترتيب الخطوات التنفيذية. أوكي. لتأسيس السندوق اللي هو زي ما بيقولوا الانفراستراكشر بالظبط. فدلوقتي ده تأسس وبقى مسموح للقطاع الخاص إنه يساهم في تأسيس صناديق استثمارية تستثمر في الأسهم الموجودة في البورصة، تستثمر في السندات الحكومية، تستثمر في أذونات الخزانة. فأنت أوجدت وزارة الخزانة اللي بتطرحها الحكومة عادة طبعا. تمام. تستثمر في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تستثمر في العقارات. فأنا النهاردة أوجدت بدايل تنفع المواطن وتصلح للمستثمر، وتصلح كمان إلى الشاب اللي عنده ابتكار أو عنده اختراع أنه يلاقي أدوات تمويل طبعا. ومش صعبة الإجراءات؟ مش صعبة. لا، الإجراءات مش صعبة. أي حد جاد وبيعمل مستندات سليمة ما عندوش مشكلة. أي حد جاد ما عندوش أي مشكلة طبعا. إذا أنت عندك فكرة ناجحة مين هيرفضها؟
انا اقدر اروح لمشروع لجهاز تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه، ولو حتى ما عنديش فكره جاده هم عندهم افكار بتكسب. يعني انت لو ما عندكش فكره تقدر تروح لجهاز تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه هيقول لك انا عندي فكره، مثلا مكنه لصناعه السجاد، والمكنه دي بتحقق لك هامش ربح 20% كل كذا. لا انت ممكن تشتغل في صناعه المنسوجات وتحقق هامش ربح كذا. تمام. يعني الصندوق النهارده تشجيعه مش بس هو مستنيك تجيله بفكره كويسه، لا هو عنده نماذج طبعا. انا عندي هو اكتر درايه بدراسات الجدوى وبالمشاريع اللي عنده طبعاً، لان كله بيصب في جوه الصندوق طبعا. فانا اقدر اروح اسس شركتي من خلال الجهاز تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه واخد دعم منهم اشتري بيه المعدات بتاعتي، ثم بعد ذلك اطرح شركتي في البورصه واتلقى مزيد من الدعم من خلال الصندوق. لا مش من خلال الصندوق، الصندوق بس هيوفر لك دعم مادي مبدئي تاسس بيه الشركه، تاسس بيه يدي لك قرض تبدا بيه شركتك، انما الباقي عليك وعلى خطوات اخرى بقى. انا عايز اتوسع اكتر. صحيح. لو الصندوق عنده حدود في تمويلي او مش هيقدر يوسع لي، ممكن تفتح بورصه بقى بالظبط. اقدر ان انا اروح اعمل صندوق استثمار، او اقدر اطرح الاسهم بتاعتي للشركه بتاعتي في البورصه واخد مزيد من المزيد هو من مين الأرباح. يعني معلش احنا وقتنا قرب ينتهي يا دكتور احمد، ولكن مين اللي هيستفيد في القطاع الخاص من انه يفتح، او مين اللي عنده القابليه انه يفتح صناديق استثمار في البورصه؟ اي مشروع ينقصه التمويل يقدر انه يقوم بالدور ده. يعني اي مشروع محتاج لتمويل يقدر ان هو يطرح اسهمه في البورصه ويتم الاستثمار فيها، سيما من خلال الصناديق او من خلال مستثمر بشكل مباشر على طول. لكن لو انت بتسالني الفايده المباشره لصناديق الاستثمار دي هتكون على مين؟ هتكون على البورصه المصريه. ليه؟ لان انا عندي احجام مجتمعي من التعامل في البورصه المصريه. صح. الاحجام المجتمعي ده سببه عدم الوعي باليات شراء الاسهم والمخاوف الموجوده عند المجتمع من الاستثمار في الاسهم. ممكن. انما انا لو وفرت له مكان محل ثقه، صندوق استثماري، شركه صح. محترمه بتديره وليها سابقه اعمال ناجحه، انا ليه ما استثمرش فيها؟ هل عندنا عدد من الشركات دي يكفي؟ عندنا طبعا عدد من الشركات دي، واكيد هيبقى فيه في المستقبل. ما انت بتفتح مجال، بتفتح مجال بالظبط. يعني على الاقل هيجي لنا خبراء جدد في سوق المال المصري. ممكن. فهنقدر نطور ده بالتماشي مع ان في 23 شركه حكوميه بيستعدوا لطرحهم في البورصه المصريه. فده معناه ان هيبقى في اسهم لشركات ناجحه مصريه موجوده في البورصه. ممكن. مش هنزل شركه خسرانه بالظبط. فانا من حقي كاحمد اروح استثمر في الشركات الحكوميه دي بشكل مباشر، اشتري اسهمها بشكل مباشر على طول. اوكي. او انا اروح اشتري سند في صندوق استثماري اضمن شويه، اضمن بالنسبه لي اكتر. انا مش محتاج بقى ولا اقعد اتابع السهم ده طلع ولا السهم ده نزل، انا اشتركت في الصندوق ده، اشتريت فيه سند، والصندوق ده هو اللي هيدير، هو يشتري في الاسهم اللي يشوفها بتكسب، يبيع الاسهم دي قبل ما تخسر. انا مش محتاج اقعد متابع الشاشه عشان اشوف انا بخسر ولا بكسب، او لازم اخد قرار بالبيع دلوقتي. لا انت امن، وفي حد فاهم في الشغلانه بيدير بالظبط. للاسف وقتنا انت يا دكتور احمد كعادتنا وقتنا بيخلص بسرعه جدا. الكلام معاك بيسعدنا يا فندم، الله يحفظك. الكلام اللي معاك مفيد جدا جدا الحقيقه، يعني على ما اعتقد ان استاذنا طبعا الاستاذ دكتور احمد سعيد استاذ التشريعات الاقتصاديه شرح موضوع صناديق الاستثمار بشكل مبسط وشكل واضح وصريح، وفعلا من الواضح انه دي آلية من الآليات الجديدة. هنشوف، لسه مش هيبان طبعا تأثيرها دلوقتي، انما هنشوف في المستقبل دخول القطاع الخاص والاشخاص الاعتبارية في صناديق الاستثمار هيثري البورصة المصرية ولا لا، الايام هتقول لنا، والدكتور احمد هيبقى معانا ان شاء الله ويقول لنا هو كمان. بنشكرك صديقي المشاهد، وبنشكر طبعا استاذنا الاستاذ الدكتور احمد سعيد استاذ التشريعات الاقتصادية، شكر جزيل جدا. ان شاء الله نشوفكم في حلقة جديدة من الاقتصاد والناس. Thank you.